السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. كي دايرين مع هذا البرد؟ هذا فعلا كاين البرد بزاف. والمهم البنات، اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه بزاف، ونتمنى انها تنال اعجابكم، وكذلك اقتصاديه ومكوناتها موجوده في اي بيت. وندوزو للمقادير، وخليكم مع الفيديو. المهم البنات، هنايا كناخذ واحد الاناء هو اول حاجه، وعندي 3 ديال البيضات، دقيق الرطب يعني فورس، وعندنا خماره بيكنج باودر، وكاس الا ربع من السكر الخشن اي السكر سنيده، وملعقه من العسل اي عسل عندكم، طبيعة الحال ماشي مشروط يكون عسل حر او عادي. وعندنا قشور حامضه، وعندنا واحد القبيصة الملح لتصحيح الذوق فقط. المهم البنات، هنا خديت جوج بيضات، الثالثة غادي نحتفظ بها حتى نديرها مع واحد المعلقة او كيس ديال قهوة سريعة الذوبان. المهم غادي نهرس دوك جوج بيضات، نهرسو في الاناء ديالي، وغادي نطربهم غير بطراب يدوي، ماشي ضروري ان يكون طراب كهربائي، لان البسكوي هذا ما كيحتاجش ان البيض يطلع. المهم كيف قلت لكم، غادي نطربوه، وغادي ندافع عليه داك السكر الخشن، داك الكاس الا ربع. ما كنديرش الكاس عامر حيت كندير واحد المعلقه ديال العسل، داكشي علاش باش ما يجينيش حلو بزاف. المهم البنات، غادي نطربوا داك السكر الخشن مع البيض حتى يذوب لنا داك السكر، ونضيفوا المكونات الاخرى. من بعد البنات ما ذوبنا السكر سنيده مع البيض، غادي نضيف داك القشور الحامض وديك القبيصه ديال الملح، وغادي نحركو شويه، وبطبيعه الحال غادي نضيفو حتى ديك المعلقه ديال العسل. المهم البنات، غادي نخلطو غير شويه غير بما ينسجموا لينا المكونات مع البيض، وغادي نضيفو واحد الكاس الا ربع من الزيت، زيت نباتيه بطبيعه الحال، نسيت ما ذكرتوش ليكم في المقادير، انا يلاه تفكرتو. المهم غادي نضيف كاس الا ربع، وغادي نخلط دوك المكونات، ومن بعد نديرو البيكي باودر والدقيق على حسب الخليط حتى نجمعو العجين ديالنا. البنات نسيت ما قلت لكم، الكيس ديال البيكنج باودر يكون من وزن 8 غرام، غير كيس واحد اللي غادي نضيفه، واللي عندها هكا البيكنج باودر بالعبار غادي دير معلقه صغيره، حيت كل كيس كيعطينا معلقه صغيره. وهذه هي العجين ديالنا من بعد ما جمعناها بالدقيق. الدقيق كيف كنقول لكم، ممكن تحتاج لكم 500 غرام او قل او اكثر على حسب الدقيق ديالكم والنوعيه ديالو. هنايا هانتوما العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف، تكون سهله باش تكور لنا وما تكونش تلصق. هانتوما كما كتشوفوا راه ما كتلصقش ليا في اليد، وبطبيعه الحال كنعاونوا بشويه ديال الزيت، وهنايا كندير لها كريات بحال هكا صغيورين، وكنقرصهم شويه، نتوما كتبقاو على حسب الحجم اللي بغيتو. انا هنا درتهم شويه صغارين، توسطين، ما صغار ما كبار.
ما كيعجبونيش كبار بزاف وما تيعجبوني الصغار بزاف. المهم هانتوما نخليكم على فيديو ونتمنى ان شاء الله يعجبكم البسكويت ديالنا. هنا البنات من بعد ما ساليت لاطا ديالي انا مازال ليا العجين في سميتو غادي نديرو في واحد لاطا اخرى. هنايا كيف قلت لكم من قبل البيضه اللي خليت الثالثه درت لها واحد الكيس ديال نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان وخلطتها مزيان حتى عطاتني هذا اللون. ممكن انكم تزيدوا تغمقوا اللون. انا مع كان الليل ما عنديش كندير نخرج عاد نشري الكاكاو او لا نزيد قهوه سريعه الذوبان، ولكن العفو، ولكن ممكن انكم ديروا الكاكاو مع معلقه ديال الكاكاو الا عندكم، راه حتى هو كيجيبو زوين بزاف وكيجيب داك اللون غامق وغزال. انا غير ما متوفرش عندي، اكتفيت فقط بهذا القدر ديال اللون. المهم كندهنوا اللاطه ديالنا كامله ما نخليو حتى حبه. من بعد البنات ما كملت البسكويت ديالي بالدهين، غادي نزين بهاد الخطوط على علامه زائد بالفرشاه ديالنا. ممكن انكم تزينوا باي حاجه متوفره عندكم، انا اكتفيت فقط بهاد الخطوط. ممكن انكم ديروا شويه زنجلان او حاجه اخرى، ممكن ديروا هكا حبه ديال اللوز اولا كاوكاو. المهم كي اللي قلت لكم اللي متوفر عندكم ممكن تزينوا به، التزيين كيبقى على حسب الذوق. ما متوفرش عندكم حتى شي حاجه، اكتفيوا فقط بهاد الخطوط اللي درت انا. دابا غادي نضيف اللاطه ديالي في الفران اللي يكون شاعل غير من التحت ويكون سخون على 180 درجه والنار تكون هادئه بطبيعه الحال باش ما يتحرقش لينا، حتى يطيب من التحت ونشعلوا عليه من الفوق. وهنا نكون وصلنا اخر الفيديو. هذا هو البسكوي او الكاليت ديالنا اللي كيجي زوين بزاف وسهل واقتصادي في نفس الوقت. ممكن نعطيوه لوليداتنا في الكوتي او في الفطور او يديوه معاهم في المدرسه ديالهم، لانه كيجي فعلا زوين وعارفين اشنو فيه، مصاوب باليد حسن ما اننا نمشيو نشريو حاجه اللي ما عارفينش اشنو فيها. حاجه اللي كنكونوا دايرها في دارنا كنعرفوا شنو فيها وكتكون فعلا نقية وما فيهاش يعني شي حاجة اللي غادي تضرهم. وهنايا ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تخليوا لايك وشي كومونتير زوين، واللي ما عجبوش حتى هو الفيديو يخلي ديزلايك ويقول لي شنو اللي ما عجبوش في الفيديو في كومونتير. كنحترم الراي ديال اي واحد. واللي مازال ما اشترك في القناة يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او لوصفة جديدة. السلام عليكم.